مخموم القلب صدوق اللسان. من مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم ولا غش ولا حسد. يعني أحبابي باختصار قلبه أطهر من ثوبه. وكثير منا يحرص على العطر، وحتى ولله الحمد من المنة ومن الغنى اللي حل في أوساطنا بفضل الله ما تقدر تفرق الغني والفقير. إذا دخل المسجد الثوب واحد والعقال واحد والشماغ واحد وكلش واحد، لكنك انظر إلى وجهه، بعضهم تنظر إلى وجهه تقول والله أحبه، تعرفه والله ما أعرفه، لكن تبارك الله انظر إلى النور، إن وجهه انعكس نور قلبه في وجهه. وبعضهم تنظر إليه وتقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. نعم تنفر منه القلوب، وما ذلك يا أحبابي إلا القبول اللي نشره الله إلى بعض لبعضنا ورفع من البعض. أكبر سجن هو سجن الصدر، ولذلك القفص الصدري هو السجن الانفرادي والزنزانة الذي إذا أدخلت فيها فلن تخرج حتى تحسن الوضع مع الله فيشرح صدرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ انشراح الصدر أحبابي منه، ولذلك تستطيع أن توسع بيتك وتوسع سيارتك وتتزوج أجمل النساء وتسافر إلى أجمل الشواطئ وتسكن أجمل القصور وتذهب للمنتجعات وشايلا معك الشنطة وشايلا مع الشنطة الهم والغم. ولذلك يروح مهموم ويرجع مهموم، أسر تروح تمشى ويرجعون مطاقين ولا لا، ويتلعنون عند الإشارات قبل ما يوصلون بها، ويدخلون البيت متطاحنين متنابذين. طيب ليه طالعين؟ كان جلستوا في البيت. مشكلة، يقول لا أعلم، سريع الغضب، مهموم، ما في شيء. حتى إن بعضهم من سجنه في صدره وانتشار أو كثرة السجناء في صدره، يا أخي ينظر الكون أنه ظلام وأن الكون هم. لا والله، والله أن الدنيا جميلة، أقسم بجلال الله إنها لذة. الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لأصحاب العمل الصالح. ولذلك كانت أمراض القلوب سرطانات، وأمراض القلوب كلها أورام، وأورام مميتة. لو قيل لعبد منا في عيادة الطبيب: في رأسك الله يطهر أبدانكم وأبدان من تحبون وكل مسلم ومسلمة من الأدواء والأمراض، اللهم وارحم ضعف مرضانا يا رب العالمين.